شغلي كده في التليفون، بشوف ولدي بيقول عليه. عتيقة هاكي تليفوني، عيطي لعبد الجليل قولي رجعت لي دعاء للدار. واخا الشريف عيب ناسي لهم هاكا استغفر الله العلي العظيم. متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا الفت المباشر من مدينة مراكش. احنا بالضبط في حي بوسكري درب المعدة، وكي تنعرفو المدينة القديمة بأن جوج الطيور قايلين للسقوط، وهاد الناس هادو الجيران ديالهم عطاتهم السلطة الحق باش يبنيو، عطاتهم الدعم وهما ما عطاتهمش، قالت لهم ما عندكمش الحق، على العلم بأن البني قديم ما يزيد على 120 سنة. تفاصيل غادي نشوفوهم مع هاد السيدة. لالا مرحبا بك. ولدي مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نبغي نسر سيدنا، حنا تحت السلطة ديال سيدنا، خدام سيدنا الله ينصرو، حنا مضرورين، هاد الناس ما علموش. قولي لي الله يخليك، هاد الدار هاد ديالتي ديالت بات بات راجل، ديالت بات راجل، وهما لا ملكية لا. وشحال هي دابا وهي مبنية؟ احنا البني الرسم ديالها فيه 120 عام في الملكية، فيها شيخي الله يرحمه اللي مات، فيها بات ولادي اللي مات، فيها احنا 30 عام هادي من ورا بات ولادي، ولا 40 عام من ورا موتو. المهم وليدي جرينا تعينا قبل كورونا، ما داروا معنا التحل. المهم هما قال لك ابنيو، ما طلبوا مني جميع الوراق، لا كارطات ديال الوراثه ولا عقود الزياد ديالهم ولا الملكيه ولا كل شيء، طلبوه لي جبدو. هاد الناس ما دافعين سنتيم، ورقه ما دافعينهاش، كيفاش هما يخرجوا من الدعم وحنا لا؟ وكيفاش يدخلوا لداري بلا بيا والدري قصير وخوه عنده 11 سنه يدخل عليه اللجنه؟ اللجنه اللي دخلت شكون يدخلوا الباش؟ شكون اللجنه اللي دخلت؟ وشكون اللي حفتهم اولادي انا شفتهم؟ دوك اللي قال لك جايبين لهم يبنيو ودخلوا الدوزان ديالهم وكل شيء، وقال لهم راه بيطيح عليهم شويه التراب، قالت ليه السيده، قالت ليه لا ردهم، لا بيطيح عليهم التراب يطيح. انتوا ما كايناش في الدار ودخلوا هما؟ انا ما كايناش، ما كاينه انا، راسي دات بنتها تكبر الطوبيس، كاين الدري الصغير هذا الصغير اللي خرج درك، وكاين الاخر اللي كبر منه اللي في الرابعه، كيفاش يدخلوا لداري بلا بيا؟ دقوا عليهم وحلوهم ما يدخلوا. لا الدري غير سمع الصوني تخرج حل الدفاق الاخر دخل عليه، كيفاش؟ لو كون لقاه ولدي وقتلو اش غادي نديرو حنا؟ نمشيو ضحيه؟ يسمي شفار يسمي خادم. مشيتو جان السيد القايد سولتو على هادشي؟ ما انا ما جيت انا حتى للربعه العشيه ولا هي الخمسه، ما باقيش لقيت فين بعد شكون بغى يهضر معايا؟ من ورا الخمسه تاع العشيه ما كانش وليدي اللي يهضر معايا، والامر لله. حنا تابعين القانون وتابعين السلطه وتابعين احكام سيدنا، الله ينصرو ويخليه لينا. راه هادشي حتى واحد وليدي ما عاطيه من جيبو، راه سيدنا اللي عاطينا. إلا عندنا حنا مسلمين وعندنا الحق نشدو شي نشدوه، إلا كان داكشي لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما عندناش ما نقولو شي حاجة أخرى. كيفاش الكوزينة كلها هي محطمة وتحت منها خطارة؟ الكوزينة محملها على الدار اللي ديالتهم، بيت واحد اللي محمول عليها فوق منه، مو ديالنا هذا، محمول على هذوك الدار ديال هذوك الناس اللي بيريبو، راه الحيوط باقي معزولين، راه ملي كان شيخ الله يرحمه صحراوي كيمشي غيب عام وتيخلي الدار فيها غير كاري، جا لقى هادوك الناس بناو الصحراء، والله يرحم هاد الناس الاولين كانوا مسامحين، ملي قالوا ليه راه داو ليك السطاح وداو، قال لي حتى غدا يوم القيامه، وما ديالهمش ما ديالهمش، راه الخيوطه معزولين، راهم وليدي كتشوف الخيوطه معزولين، اش غادي نديرو حنا؟ الهجاله تموت، الهجاله تحقر، اللي عنده الرجال يشد التعويض واللي يقول له الرجال ما تشدش الدار، هانتوما كتشوفوا فيها كلها هي مفرقعه، دابا الاوراق كلهم عندك كلشي الاوراق، شنو هو السبب؟ علاش هما يعصوهم انتوما؟ ما الله اعلم اوليدي، الله اعلم، هذاك السر ما عرفتوش. وتقابلت انا وياهم في المركز وسولاتو هذيك التقنيه وقالت لها وليدي، قالت لها خويا واش انتوما شحال الورثه؟ قال لها حنا جوج،
قالت لي شكون؟ قالها ابراهيم مات الله يرحمه وانايا. قلت له الاخر اللي في الدار البيضاء، قال لي ديها في سوق راسك، راه عندهم خوهم في الدار البيضاء، عنده 15 ولد. نزيد سيدي هاد الناس انا ابني واخا تيجوني هادوك اللي في الدار البيضاء، شكون تقول انا معاهم؟ يدخلوا لي القاع داري، كيف بغيت ندير لها؟ هاد الناس انا ما منعتهم حتى شي حاجه، القوانين ديالهم يجيبوهم وانا عندهم، ما يجيبوش القانون حنا ولاد المخزن. ولكن انت عندك الحق تكتبي لهم الموافقه حيت الدار محمله على الكوزينه. ما علمونيش نهائيا. انا في الخدمه، في الخدمه، وخليت الخدمه تاعتي عند الناس. تنخدم انا غير في هادشي ديال العراس، كلفت وحده اخرى وجيت نجري، جيت نجري ما تلدركت لا قياده لا والو. اش غادي ندير انا وليدي؟ هاد الوليدات اللي شتيهم دروكا قدامك صغار، منين بغا يدوزو لك الطراب والحفير؟ منين؟ فين بغا يخرجوا؟ الساريه قالك بغا يديروها لفوق القادوس، قالك حنا نبدلو لك القادوس. على سيدي انا طالباهم يبدلو ليا، انا طالبه حقي في المخزن، وسيدنا الله ينصرو، هو المجود على الجميع، هو باط الجميع، والله يخليه لينا. راه حتى واحد ما عارف شي حاجه نجيبو، انا بغيت حقي بحالي بحال الناس، لا قله ولا اكثر. انت دابا بغيتي باش تبني وباش؟ بغيت انا كيرير رابط، والدار غارقه، الدار غارقه بربعه الدرجات، حين تبنيو هما فين بغيت نولي انا؟ في الديليس؟ في لاكار؟ حين تيجي الواد الحار ومراكش راه معروف بالفيضان، فين بغيت نولي انا؟ هاد الناس يديروا معايا القانون؟ ما منعتهمش. يديروا معايا اللازم؟ ما منعتهمش. ما يديروش معايا اللازم، حنا ولاد المخزن، ما عندي ما ندير. ما حاولتوش عاوتاني تواصلوا مع السلطان؟ لا، هما قال لك روحتهم في السما، ما بغيش يجبدوا خوهم اللي في الدار البيضاء. لا، على السلطه. ما حاولتوش تواصلوا معاهم على عاوتاني على قبل البني واسمي؟ لا، قال لك انت داركم مصلوحه، ما حداش حيت تيشوفوا تنديروا لها شويه تبيغه وهاد الجويره وهاد الشيء. قال لك انت داركم، يعني جات اللجنه دار، جات من قبل كورونا اربع مرات ولا اكثر. تجي وتمشي وتجي وتمشي وتجي وتمشي وتعطيهم هما الحق، حنا ملغيين. مشيت عند زكريا جرى عليا، هاني كنقول اسمه. لا ما تسمي، قولي غير نسميه انا، مالك فيه سوق فين خدام؟ فين خدام؟ خدام تقني، هذاك الشيء في البيرو، داك الشيء اللي كيفرقوا دوك الوراق. قال لي خرجي، قال لي من قدامي، بغيت تدي، قال لي ديال عباد الله. انا كندي ديال عباد الله؟ ستيلو لا يرحم شي واحد. لا، انت عندك الحق حتى نعرفوا بان البني القديم كله. لا، خرجي قال لي بحالك، خرجي حاشا وجهك بحال شي شرف الله وجهكم بلا ما نقولها. علاش؟ اشنو السبب؟ مشيت انا وحضرنا غير نهار زياره عاشوراء، انا وهي ولوسها والمقدم راه حاضر. ملي طلبت الحق ديالي انا طبطت كمش فيا وخرجني المقدم بيديه. هادشي قدام السلطه؟ قدامهم في البيرو ديالهم، هو يقول لي المقدم خرج عند فلانه، خرجي بحالك. هاد الناس راه ما بيتفاهموش، ها هو دوك يجيو نقول عليك وجو. ملي قلت لهم ديروا معايا وديروا معايا وديروا معايا وديروا معايا القانون وجلسوا على الطبله ونتفاداو بيناتنا. ناضت السيده كتشير عليا بيديها قدام الكاتبه وقدامهم كاملين، تشير عليا بيديها قدام وجهي هكا، وانا دايره هكا وزاقيه، تحركتش. ها المقدم يمسحني، قال لي خرجي بحالك، هاد الناس ما عرفتش يقلبوا. ملي تنقول لهم انا كاين خوكم الاخر خصو يحضر معانا، الا مات هو كاينين ولادو، واش حيت هما يجيبوا لنا شي وراق اخرين؟ اش بغيت نقول معاهم؟ من قال كاع كيديو نصف هاد الدار؟ اش بغيت ندير انا معاهم؟ من قال ما تيسالوهاش هذيك ما ديالتهمش؟ نعطيهم انا باش يبنيو؟ لا، نجلسوا القانون تاع الطبلات المخزن، اللي عنده شي يديه ويجي المهندس وفرق لينا الحيط، اللي عندهم يديه واللي عندي يديه. ودابا كما قلتي انهم بناو فوق الكوزينه وماشي ديالهم. ها هما الحيط، راه وليدي هز عينك شوفوا. ما حاولتيش تقدمي شكايه على هذا؟ هذاك الشيء راه ملي كان شيخي الله يرحمه. هذاك الشيء دابا حاليا راه فاتت عليه 60 عام. دابا حاليا قدمنا شكايه ودعينا، وهذوك الشراجم راه ديالنا، راه هما شتيهم هذوك راه كانوا ديالنا، وقيدنا بهم الدعوه ومشات وبلا ما نسمي لك واحد المحامي اللي كنا دايرين، ومشاو عطوه 40000 ريال الفلوس نقولها، ودفن لينا الملف. ولا بغيتي اسم المحامي نقولها لك؟ لا بلاش، خليهم. واش قال لك ما عندكش الحق باش تسدي لهم الشراجم؟ وليت سديت واحد صحه، ها هو هنا
كان خارج عندي هنا للنبح تيديروا هكا ينقزوا وينزلوا عند عليا للدار، هذا من حقهم. انا سي اولادي، انا هي بنت المخزن، هي اللي عطاني المخزن بغيتو، اللي عطاتني السلطة سيدنا الله ينصرو ويطول عمرو بغيتها. الا قالوا لي خرجي بحالك نخرج بحالك. ما حاولتيش تقدم شكاية للسيد الوكيل؟ لا ما درناهاش، حنا قلنا نتفاداو غير بيناتنا بالسير بلا ما نطولوا علينا الجبل، اجيو عندي ونجي عندكم ونجلسوا على الطبله ونتفاداو المشكل بيناتنا. قالك هما لا، هذيك الهضره ما كايناش. قالك بانك انت ما عندكش الحق باش. ما عنديش الحق البني، ما عنديش الحق نهضر. وشنو تطالبي دابا؟ انا كنطالب نبني بحالي بحالهم وراقهم يقابلوا وراقي، اللي فراقهم يديه واللي فراقي يديه. هاد الناس متكبرين على هاد المحل، بيت وراقهم، بيت ملكيتهم، بيت عدات ليرات ديالهم، شحال هما من واريد كي جبت ليهم انا تا هما يجيبو. لا لا هادشي انا اللي كنطلب، ما كنطلب خصومه، ما كنطلب عار، ما كنطلب حتى شي حاجه. شي حاجه اللي كنطلبها ما كنطلبهاش الا قانون ديال سيدنا الله ينصرو. القانون ما فوق حد. هاد الوليدات اللي خلونا حتى دخلت المدرسه، واش نمشي نكري بهم انا بومنقار ولا نكري بهم سيدي تبن علي ولا فين بغيت نلقى الكرايان هنايا؟ والوليدات الصغار تيقراو، فين بغيت نحولهم؟ كيف بغيت ندير ليهم؟ نخليهم يطرحوا حلا من التراب والحجر؟ يموت ليا شي واحد فيهم بغيت نفديه؟ ما غاديش نفدي وليدات ولدي، راه كبرت باهم يتم من القماط للحم، عاد نفرط في وليداتو؟ لا، هذيك هي اللي ما تكونش. وانا تنطلب غير القانون ديال سيدنا الله ينصر، وراقهم يقابلوا وراقي، والمهندس يجي ويفرق لينا كل يدي حقه، باش يجي يقول لي انا بغيت ندير السر هنا وندير هنا، واخا انا درتها هنا وغزيدني ديرها لي بقاع الدار. هاد الوليدات ملي بغا يطيحوا ليهم التراب تما مني بغيت ندوزهم، وعندي محل مرهون. هاد الناس مني بغيت نجبد لهم جوج المليون ديالهم؟ ما عنديش، راه عندي الراهن، راه مني كان باهم الله يرحمهم خلي طرف وزدنا عليه طرف اخر، عرفتي قلت شي اش تجيب. هاد الناس حيت تربي هاد الدار بغا يقولك باهو فلوسهم واش بغيت نعطيهم انا؟ نقول لهم خرجوا ما سالونيش ولا نريب عليهم التراب ونقتلهم ولا كيف بغيت ندير لهم؟ يديروا معايا الحل، يوعدوا معايا على الطبله وليدي ويتفاداو معايا، والبني راه ما تيكونش في الدخول تاع المدرسه، اما يكون في النهايه تاع المدرسه اما يكون في الحوطه. نتمنى خير ان شاء الله لالا، والله يرحم لكم الوالدين ويخليكم الله جرب الحسنه، والله يشد بيديكم ويجعل البركه في محمد السادس، الله ينصرو ويطول عمره. نتمنى خير ان شاء الله، وغادي يكون خير ان شاء الله باذن الله. والسلطه راه ما غاديش كلها غادي تعطي الحق ديالو. انا ما كنطالب منهم وليدي حتى شي حاجه الا قانون يجلسوا معايا على طبله المخزن ويجيبوا الورثه ديالهم، وكيطلبوا لي الورثه ديالي، راه طلبوا لي حتى التيرات ديالهم منها خمسه النسخ، عقود الزياد ديالهم خمسة النسخ، لاكارطات ديالهم خمسة النسخ، كلشي انجليزي، سبعة حيت عندي يعني الورقات كلهم ديالك موجودين كاملين. حيت هاد الدار النص ديالها ونص شارينو من الورثة، شارياه بنتي، بنتي كطالب حقها بوحدها، هي هاد المحل اللي قلت لك أنا اللي واكلة فلوسو وأنا اللي راهنا، أنا اللي ما عندي ما نصير، تتقول لك أمي ما عندي ما نعطيك. كولي داكشي اللي عندي شديه كولي، انا امي ما عنديش، داكشي اللي عندي مكافيني مع وليداتي. نتمنىهم الله خير، نتمنىهم الله خير. وكيف بغيت ندير اوليدي لهاد الناس اللي بغاو يجيو يديروا هادشي؟ ولكن خصك تمشي عندهم. عند من؟ تمشي عندهم سيري عند السلطه عاوتاني وقعدي معاهم الله تقول لهم هاكين هاكين. ما كاين اوليدي، راه قلت لك ما كيتصنت لياش هذاك اللي التقني. ولكن كاينه القاعده الجديده دابا ما تصنتات لياش، قالت لي سيري دابا نصيفط. قالت لي سيري نصيفط، عاودي سيري عندها. مشيت عندها جوج مرات قالت لي دابا نصيفط لكم. سبحان الله العظيم، واحد ثلاث مرات تنسى، عاودي سيري عندها وشوف اش نقول. حنا منسيين وهادو ما منسييش. لأن الدار قول لها ديتي لها الوثائق، ديتي لها القايدة الجديدة كلشي. هذاك الشيء دفعناه حنا عندها. عاودي معاها هي باش تعرف شناهو المشكل.
اوليدي الوراق راه بعاد عليا، تواصلي معاها الا بغيتي نجمع ثاني دوك الوراق. لا وراقي تواصلي معاها بعدا هضري معاها وشوفي اش بغات تقول لك باش تسمع لك اشنو عندك، وديك الساعه غادي تشوف لك الحل. مشيت عندها الجمره تيقول لي كونجي، مشيت المره الاخرى دابا نائبه ماشي خدام. دروك اوليدي انا دابا كلشي منهم القانون، هاد الناس ما بغيو يديروا التحل، القانون يتقابلوا معايا، اللي عندهم يحطوه واللي عندي نحطو واللي عنده شي يديه. وليدات المدرسه راه ما غاديش نريب درك وقت المدرسه، واش انا فين بغيت نكريب هاد الدراري وليدي المدرسه؟ المدرسه هي غير حداهم. ها انت كتقول لي وصل لا لا الله يرحم لك هاد البنيه، نتمنى لهم الله خير ان شاء الله. هاد البنيه اللي حولتها لشي طريق بعيد شكون اللي يجيبها؟ تحول يكون قبل المدرسه باش اللي بغى يقيد ولده ولا بنته فشي قنت يقلب على المدرسه القريبه. واخا لا المهم تحاولي تواصلي مع القايده، وديك الساعه القايده الجديده ان شاء الله. ايه لا ديك الساعه حنا معاك وغادي نشوف. الله يرحم لكم الوالدين، الله يخليكم لنا الله الحسنه، الله يجعل مولانا يشد بيدكم ويحفظكم. بارك الله فيك. والله ينصر سيدنا، راه هو اللي شاد في المسكين ومدعم المسكين وشاد بيديهم خليه حي. وما كون جات على بعضياتنا كون كلينا بعضياتنا حيين. متابعي قناة شوف تي في إلى مباشر آخر إن شاء الله بإذن الله. الله يرحم لكم الوالدين. السلام عليكم.